شكون هو محمد الفاطمي؟ بركات البركاتي، نقدر نقول هكذا، بركات بركات اللقب والبركاتي الحصل. الله يبارك. صحيح، محمد الفاطمي من مواليد 1949. الله يبارك. هنا بولاد الدراج. وين بالضبط ولاد الدراج؟ براكتيه. احنا كنا في عهد الاستعمار، كنا تابعين القيد نتاع سلمان والقيد نتاع الجرف. انا كنا قيد بريد. والبراكتيه قباله، تابعين ودعين قباله. تعلمنا انا يا عازدي والزاويه، مولا 3 سنين في الجامع، مولا 3 سنين معاهم. هذا تحصلت في ذاك الوقت قبل ما يمات جدي، وذاك ختمت 3/4 القران ديجا. قد كان في عمرك؟ 11 عام. قريب كملت القران 3/4 راك سنه تقريبا. بداتنا المدرسه ساعه جا الاستقلال، رحنا المدرسه. وين المدرسه؟ مدرسه بن صوشه. نوفمبر 62 كنا نقراو. كان نتاعكم الشيخ برزق الديلمي. برزق الديلمي. قلنا وين هم الاسماء نتاع المعلمين اللي قريت عندهم الاوائل هذو بان تفكروهم؟ ليس كان جدي خثير من مطارفه، ربي يرحمه. الله يرحمه. راه توفى مؤخرا يعني. مؤخرا بارك الله. في الجانفي 63 كان تعين عندنا. كنا ما كانش عربيه، كنا قال فرنساوي، كان جديد بوخارفه فرنساويه، وكاين العيدي عبد العزيز. عزوز احنا نقولوا عزوز. صح. رياضة تاع ايه بصنا تلك سبع قاب. هذه في الفكرة نتاع الاخرية. جانا سي الخثير وتمينا معنا حتى جبنا الابتدائية ب 64، بصح الجامع اللي نفعنا قرينا في الليل، قري اضافي، قري هو جانا زحب البشير قري فينا اضافي في صغير. ولكن الفضل يرجع للبرز، سي برز ديرمي ربي يرحمهم وكل توفى وين نظن. يعني الاسم تاعو راني هكذا كما في 64 18 جوان جبنا الابتدائيه في ذاك الوقت. اللي عنده الصوارد يقدر يروح يقرا في ستيفون المسيله، خاطر في ذاك في البرج المسيله في ذاك الوقت ما فيش متوسطه. كاين خوك اكثر منك؟ كاين. ما انت الاول اللي جبت الابتدائيه ولا خالتك؟ لا لا انا الاول، هذاك قرا القران راح فرنسا. وبي كان حي ذاك الوقت ولا؟ كيف البدايه مات 57 الشيخ. ايه. ولد 40 عام، مات صغير ياسر. مات موت عادية. ما موت عادي، موت عادي. والوالدة تاعك كانت حية؟ حية. ما ماذا كديت الابتدائي؟ ما دفعت لكش فرود ولا؟ راك وليت انت كل يرضوك. يا جابوا في ذاك الوقت الحمل والجماعة كلها عشاوة. ايه مع الكبار يعني. ايه ايه ايه. وينما بعد الفرحة راحت. اللي قدروا راحوا للبرج راحوا، وانا ما قدرتش العام الجاي باش رحت البوسعيد. لا ما قدرتش. ما كانش من نقعدوا. يعني قلت ما في كيفاش يقولوا قلت ما كانش من يقرا في ذاك الوقت. ما كاين مطالب، مطالب ايه التروس وكما يقولوا حوايج بزاف. يسمى كاين الناس اللي كانت تقرا ولكن ظروف ما قدرش سمحت لها. حكى لنا سي روبي احمد وجماعه هذوك. ايه صح مماسين، ولكن الله غالب رغم انه كان استقلال وكان يجب يسمى مساعدهم العمل في ذاك الوقت. ربما يخدم اللي يقعد 4 ولا 5 في الدوار، يخدم واحد 15 يوم ويقعد شهرين باش تلحق ليه الداله. ايه كيما كوبا هذه ما كانش، العمل ما كانش. ولكن احنا بفضل رب العالمين في 65 رحت بوسعده. بوسعده وين؟ المعهد الاسلامي. احكي لنا عليه، ذاك الوقت شكون اللي كان فيه مدير وشكون اللي تلقاوكم في 65 هذا؟ 65 احنا والله نبدا لك، يعني كان واحد نعزو ياسر الله يرحمه عليه، كان سي الخير بوجلال، هو اللي هيئنا. الخير بوجلال وين؟ ثم بوجلال هنا في العرش نتاعنا. صحيح. ولكن كي قرنا هنا في الاضافه هذيك في الصيف
وشجعنا هيئكم يعني هيئنا وشجعنا حتى المادية كنا خايفين منها نلقى يعني حاجة بسيطة ماهيش يعني الواقع ايه الوقت اللي يدي 10,000 قائمته ايه يعني وما تقدرش تجيبها وينما تقومك 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 ثلاثة أشهر ثاني بالتمام هذا بوجلان ربي يرحمه وبعد سعيد. كده أنا ثمان ثاني زاد قام بنا راك عارف تصرف ها. والنصيحة حسن التسيير يا حسن التسيير في السكن ويعطينا الصلاة بالجامع ما يخليناش يعني قائم الله وزاد خدم معلم وبعد ولك بض إمام مات إمام تم ما شاء الله في بوسعدة ولا هنا مات في نفسي لا كان عنده كان في الفاطميين ايه الفاطميين كما نقولوا حي البدر البدر حي البدر صحيح حي البدر اي ما تفكرهم بزو ايه حي البدر مات ثم مات ثميات ربي يرحمه عنده بدات وعنده ثاني رام في نعمه ثانيه واصلوا اخرى عنده خاطر الله يبارك راه واحد مدير الجامعه الاسلاميه ما شاء الله عنده واحد راه في, في في الجزائر ثاني الله يبارك كلش انجلي ايه عصامي عصامي يعني الله يبارك زيد راكم في بوسعدة بوسعدة بعد كي زينا ثمية هذاك كنا وين هم يدرسوك ثم قبل هذاك في الدخول الدخول كي رحنا من هنايا كانت الحالة بسيطة ديت شهادة ديت العقد الازدياد هذيك مدارس الطبوية هذاك سجلوني حتى ل 69 باش ديت الوثائق التامة ايه يعني مساعدة مساعدة ايه 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 صبر صبر. كان في ذاك الوقت سي عيسى بسكر اي معروف بسكر هذا يعني لافامي بسكر مساعدة. الله يبارك إيه. قعد معنا عامين احنا عندك انا الجزائريين ما قريش حتى عند واحد من جدي الخزير ما قريش حتى عند جزائري إيه. الله يبارك كانوا كل مصريين خدموا خدموا ازهريين إيه. وفي ذاك الوقت يجي هما يجي متطوعين في اطار اتفاقيات مع الدولة عندهم فعلا هذا الشعر وذاك الفضل يرجع لهم يرجع للشيخ عبد يعني التمكن تاعك في العربية والشعر احمد السلامو والشيخ عبد المنعم يعني ياخي الكل هذا قداه واحد قراك مصري سما اخر واحد حسبت من ذيك المرة 17 واحد الله يبارك في الربع سنين ايه فا قلنا كاين الاستاذ فؤاد كاين الاستاذ الزوجه نتاعو امال كاين احمد سلم في اللغه العربيه كاين عبد المنعم سنه رابعه ثاني اللغه العربيه ادب ثاني نعم الاستاذ كاين فايز كاين فايز بيوب كاين الشيخ رضا كاين الشيخ عبد الفتاح يعني وينما نسيت والاداره الإدارة في ذاك العامين من يتم عامين بعد بسكر جاء سي الخير بن شتوح ايه هذاك سير تسير نتاع نتاع الأب سي عيسى بسكر نظامي وقانوني وإداري وانضباط وحوايج هكا أما هذو الناس كيما حنايا وكيما تاع الخرابشة وكيما تاع المعاضي ايه. وكيما الجماعة اللي مساكنة يعني كانت ما كانش كان كان حالة حالة يعني قام بالطلب أكثر من مساعدة. إذا في 1969 راك مول 20 سنة تخرجت. في 20 سنة دينا في ذاك الوقت الله يبارك الله يبارك دينا عدينا كانت المكان الأهلي عدينا في بسكرة. ثلاث معاهد معهد واد سوف ومعهد نتاع بوسعدة ومعهد بسكرة. الله يبارك في ذاك الوقت كان انا عندي حتى انا عندي واحد الحاجات هنايا ديما تقريبا الجامع اللي خلينا دائما نكون اوائل اني قرات على القران يعني تاع القران خلاتك حتى في المعهد خلاتنا ان شاء الله هذاك انا الله يبارك جيت الثاني على ثلاث معاهد اي الله يبارك وين هذه فاتك لا يهمنا اللي فوت اي فاتني واحد من بسكره وش اسمه يقول له صالح معمري صالح يعني انا تذكر هذا التاريخ يعني با فاتك هذيك
تنخيط وخلاص هذاك مكان يعني تاني الله يبارك يعني كي تشوف البيلتات ولا وغادك الحال ولا عادي جاتك عادي عادي نعمة يعني الحق ما كنتش توقع انا كنت في مسعد صح ديما نجي الاول الاول الثاني كي نكسر الثاني وين كان يفوتك في بوسعاده في بوسعاده جاني جانا المير نتاع حمام الضلعه زواك سعيد جانا من زير نحالي الله يبارك ولا عاد هو يجي الاول وانا نجي الثاني وكاين عزوز علي ربي تم ثاني ايه عزوز علي ثاني ديما مرات ثاني يعني من المنافسين على المرتبه الاولى الله يبارك كاين انايا وكاين عزوز علي وكاين زواك من جا زواك نحالنا في زوج اي روح اها دوكا عديتوا في بوسعاده عدينا في بوسعاده في بسكره ايه وعديت انا تاع بوسعاده ملي تمينا الأهلية تاع الشؤون الدينية تاع الأوقاف احنا عدينا ولينا عدينا الأهلية في بوسعدة أول أهلية في بوسعدة أول أهلية في 70 69 أول مركز يعني كانت تبع المدية نجحنا ثميات وكي نجحنا ثميات ولا رحنا المدية نجحتوا قلت نجحنا نجحوا ثميات اسمعي وين هم اللي نجحوا معاك في ذاك كثير المعروفين عندنا هنا باكر نور الدين ها بعير اسماعيل عبد الحميد برا بديرة الله يرحمه بديرة العربي مجنح العربي صحيح مجنح العربي بركات بركات محمد بن سعيسة بركات حمرة الطاهر حمرة صالح حمرة البشير مجموعة كبيرة كاين بن حامد محمد بن حامد نسيت اسم تاعو بن محمد ولا بن حامد بن حامد كاين الباهي كاين باهي عائشة كاين محمدي خديجة كان معنا مجموعة كانوا معكم نساء كانين بصح قلال ماهوش كيما دروك هذاك نجحنا في بوسعدة رايك أحمد محفوظ محرز المهم نجحنا ولا ودانا بوسعدة احنا ما كانش تعيننا في المسيرة ما كانش للأماكن وش داوكم مش معلمين كمعلمين دينا تربص يسمى أول اللي نجحوا ثميات كان 70 واحد أنا تفكرت 70 واحد داوها كل المدية درنا 16 في المدية شنو 16 يعني؟ تكويني ويوجدوا فينا وين اللي دار لكم ذاك الوقت؟ الأكاديمي وين هم الأساتذة والله المفتشين ماشيش عليه وش داروا لكم بالضبط؟ عدونا شهر ونص برك شهر ونص برك هذاك ما كان شهر ونص عينونا فيها اللي عينوه في الشلالة كان تابع عليها فيها اللي عينوه الجلفة كان تابع علينا المدية أنا عينوني في طبلات طبلات أنا بالواضح محمد و بوتشيشة راك شبعت كرطوش سما خير ورب العالمين كان عندنا السي احمد قاسمي هو المفتش تاعنا انت الهامل ايه هو سي خوه سو خوه سي عز الدين المستشار تاعو صافي ولا دراج ولا دراج ثاني قعدت هناك 4 سنين قريت ثم 4 سنين ثميات وقعدت في واحد المدرسة مدرسة الجمعة مدرسة بعقل سموها مدرسة لقام وإخوتهم لقام وإخوته قعدت فيها 4 سنين 4 سنين من قده قده من 69 لربع سنين بدأ الأستاذ بركات محمد الفاطمي مدرسة وش اسمها لقام وإخوتهم وإخوته طابلات 1973 انت هو الاستاذ لهنا هذاك انت المكربط كما نقولوا وينهم هذو وش فعليهم وش مقسم سنزازة هذه انا نسميها الدوده هذه مسعوده لقام مسعوده هذه ايه وهذه لقام فتحه وش من دوده هذو وش كانوا سنتاحهم 13 سنة 12 سنة انا في ذاك الوقت سنزازة تكون واحد 10 سنين برك 10 سنين انا كان معامل كبار هنا نقولوا 10 سنين 10 سنين من 73 لهنا يا لقيت ولادها سما زيد عند استاذ سما راهم 63 هذا شو ما بقى الدودة الله يبارك 500 كما احنا كان بالربع 74 جيت له ايه وين اللي تشفع عنهم الاشخاص اللي قريتهم والله التلاميذ اللي راهم دوكا شخصيات والله لكن تفكر كاينين مثلا يعني
اللي كاينين انا رحت زرتهم. انت وشكون تقري؟ اللغه العربيه. عربيه. كاين عندنا الجماعه بين احنا لقينا الزاويه رب العالمين. كي رحنا المدرسه هذيك في زاويه صافي المجموعه احمد قاسمي قالنا دخلوا كيما تحبوا انتم. دخلنا مولا 10 و11 و12. إيه. دخلنا سنه ثانيه مباشره. إيه إيه إيه. ونجحوا منهم منهم الله يبارك فيهم الشمس والطهر علوش عياش فري محمد رحالي علي مستوي محمد درواوي محمد محلبي رمضان عرباوي خوه مسعود الصحوان ما تدريش عرباوي رئيس الحكومه هذا ذاك ربما إيه عرباوي خوه مسعود صح اكثر منه عرباوي هذا كنتوا تدرسوا غير تاع المنطقه ولا كانوا يجوكم من اللي لا المنطقه برك برك وين ما يجوا من بعيد كان يجوا حتى 6 كيلو ايه يجيبوهم في ذاك الوقت يجيبوهم على الزويل بعيد في الشتاء الله يجيب ولادهم يكلفوا بهم واحد ويجيبهم 4 ولا 5 بعد يجيبهم كما الشعيريه هذه. واش من ذكريات بقات لك على المنطقه هذه يعني حاجه طيبه يعني تهلاو فيكم سما كنتوا تسكنوا انتم انترن هكذاك باش يقولوا داخليين. لا كاين معنا انت ذاك الوقت ديجا زوجت ولا مازال؟ مازال في ذاك الوقت كان عندنا لوزيني عبد الملك هو المدير اللي راه يسكن بالعائله مع امو تاني موش متزوج بذاك ما يتعاودوش هذيك ما تعاودش هذيك الايام العقليه هذيك راحت. مستحيل مستحيل جاتنا على غره وجاتنا زيني على نوع من الشوق اهل العرش ما يلاقيكش باسمك يقول لك الشيخ برك احنا رانا في 20 عام يلاقيك الشيوخ ايه وتعجبكم يعني احنا ما ولفناش جا الاول عاد عندنا سهله لا يعني ما ولفتوهاش هنا كلمه الشيخ احنا نمدوها قال الكبير ايه بين باش عرفناها بانه الشيخ راه اللي عنده مكانه خاصه صحيح مكانه علميه احنا كيجينا سميات يلزم كيعود كاين عقد ولا يكونوا في العرس هم يكتبوا لازم نحضروا حنا اللي نكتبوا ايه يعني مقامة ما خدمتكم خدمتنا وخاصة في القرية هذه خاصة قرية الجمعة بني جغلال هكذا كان عندهم اسم اخر كما موسى الجغلال هذاك اللي كان عندهم نوع من يعظموهم الناس من اجل الزاوية عظموهم احنا ثاني رحنا في جرتهم اي ولا تستاهل خدمنا ثاني إيه؟ كان عندنا سي وش يقولوا نجم محمد كان معايا ثاني إيه؟ وش يقولوا قالنا هنايا يلزم نكونوا احنا رانا حتى ونكونوا مالين لازم نكونوا هنايا قدوه نتاع رساله مش قدوه نتاع تعليم إيه؟ يعني اول مره كان مجوبي اللي كان مدير تربيه انا رحت حتى للدار نتاعو الله يبارك راه بنا واحد الزاويه نعمه راه يدير عليها قصيده كبيره توفى قالوا لي كان صاحب الخميس يزروها الله يبارك سما اول تعيين تاعك كان بعقب من طابلات تعييني في عرق الميزه 10 سنين وانا فيها وين هنا مدرسه السعدات وين جات؟ في الدوار نتاعنا في ولاد الدراج ها؟ منا النص منا ولاد سي بالقاسم ونص منا يا السعدات ها؟ ثاني بدينا نفس الشيء اللي 61 قلبنا له 65 وقرا قراته كل الدكاتره هذيك المره حسبت منها قال الله يبارك راه منها 17 دكتور الله يبارك من بينهم وينه؟ من بينهم بركات الحسين ايه من بينهم دكتور اسماعيل بركات ايه في مولات سعد رمضان هذوك بصح اساتذه الى الدكاتره كاين هذا الحسين وكاين هذاك هو امريكا كان 17 يعني الجماعه اللي قراوا عندي الكل. ايه. خاطر راني قريت في البراكتيه ثاني. يا مدرسه واش يقولوا لك؟ عقب ميزابا. قريت فيها هنا. قريت فيها الله يبارك ثاني هذيك عندنا الجامع في ولايه سي بالقاسم الزاويه القديمه هذيك. اه. وعندنا في السعدات. هذيك انا قعدت فيها 5 سنين سيزيام. اه. بدا عندنا 5 سنين. من الاجتهاد يعني ولا حتى الفضل المعلمين اللي كانوا معايا يعني لي انا تقدر تكون بعضهم إيه؟ اذا تفكرت كاين محمد الله يبارك اللي كنا نهضروا عليه كان في الجر ايه كاين هذا عمار اللي كان دخيش كاين معنا طيب غريته ولا يقري معايا ايه زعيتر الطيب زعيتر
عندنا ثاني كان باش يقولوا خربش بن يحيى من 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 القصبية يعني مجموعه هذو اللي قراو والاداره الاداره دائما هي انت اللي كنت قائم بالاداره قائم بالاداره من هذيك بديت المدير درتها في عرض الميزابه حتى خرجت قد خدمت تم قلت لي 10 سنين يسمى نقولوا من 75 هكذا من 74 حتى 84 كنت في جعلة ثاني قعدت 4 سنين مدير ثاني مدير من مدير سميات ولا ثاني وش تذكر في جعونة وش تذكر نتذكر فيها العام الأول الله يبارك أنا ينجحوا 11 هذاك العام نجحت 11 احنا في العام هذاك 3 فواج هما زوج فواج ولكن قسمناهم احنا 24 3 فواج لجتنا 47 واحد من 60 الله يبارك 74 يعني شي حتى شي خلى دخميسي البلد هذاك جا ضرب الباروج من الفرح هذاك الله يبارك الفضل الاكل يرجع للمعلمين اللي يكونوا معك هذو تاع المعاضين ما ننساهمش مره نذكرو نزورهم وين هما كاين عندنا كحيوش مصطفى الله يبارك بن حامد محمد خلفه خلفه يرسم في زين في المدرسه يرسم في الليل خلفه عبد الله كاين موسى كاين الله يبارك جمال موسى ما خدموش معاكم خدمه مثلا بنات ثاني خدموا معنا على الكيف والله يعني شوف كاين حسين فتح هذه الله يبارك يتيمه ولا ذاك ولكن عملت شي كاين بسام فتح ثاني خدم معنا كاين بن مسلي تسعديد الله يبارك خدمت معنا فرنساويه 83 84 لا هذه زوجة اخر وزوجة ليتو بربي يرحمه تسعديد تسعدت ما تزوجها؟ إيه ما تزوجها الله يرحمه مرت الآخر اسمه هذاك اللي أخوه الكبير إيه سبحان الله وكاين عندنا ثاني الله يذكرها هي مديرة زيدل فلانة زيدل نبيلة زيدل نبيلة إيه مليك واحد شاف الناس يخدموا معاه أنا نذكر اللي خدموا صح يعني الواقع وكان نسقسيك اللي كانوا يخدموا معاك عند الباب الحاجب وهذوك تفكرهم يا بلينا هم يديروا كاين الناس اللي ما يديروش في الحسبة في النجاح شوف نقول لك يا الاسم رشيد ياسي رشيد نقول لك هذاك أنا أقول له خاكي مات فعلا صح مني كنت في المعارضة مات 4 سنين ما دخلش المارتير دار بصح كي ماتوا ورحنا ليهم عدنا نزورهم. إيه. لا عرفنا القيمة نتاعهم. كاين هذا لباز البشير كان طباخ الله يبارك كان طباخ حتى في ألمانيا. إيه. وكاين شكون هذا. وأنا عندكم ما كليته من يديه. إيه. يقوم لك من شي يدير إيه. من ما كانش يدير شي. إيه. عندنا لباز ثاني الشريف خاكي توفى ثاني وليداته ثاني يزورونا الله يبارك. أنا أقول لك يعني أنا عندي واحد المبدأ وخاصة من قبلت الاستشارة والتفتيش نقول للمدير نقول له راه الحارس والله الناس اللي راهم يقوموا معاك هنايا نتاع التنظيف هما وجه المدرسة وفعلا ويساهموا في العمليات التربوية لا لا هما وجه المدرسة يعني هما إذا كان عاد ما عندكش واحد اللي القيم هذا ويقوم بالمقام نتاعو ما كانش المدرسة وما مثل الإفريقي يقول لتربية طفل نحتاج إلى قرية والقرية كي نقولوا المدرسة راها قرية يعني مو شرط يكون يقري فيك في القسم راه اللي حواليكم كل يساهموا في التربية يعني تاعك يعني هما المنظار المكبر يعني إن كان خير فخير وإن كان ثاني العكس الجهة الأخرى ثاني يضروا قد خدمت في المعاضين؟ 4 سنين ربع سنين ثاني سموك تخلصت خلصت من 86 جيت لهنا قبلت استشارك سعيد احمد عز الجلالي كان هو المفتش كانت الطريق مش مخدومه ولكن رغم هذيك الظروف ويجي منين يجي هو على الزيتون ولا يجي على الخلوه ولا منين؟ يجي منا على البراشمان تاع الخلوه في ذاك الوقت غلر عليها بنهار واحد اخر ايه الزيتون كان ثاني طريق ما كانش الطرق ايه كانش كان يعني كانت صعوبه
الاكثر هو مركز على نتاع البشاره ولا اللي عندهم الطريق ايه يجعونا طول في الدوره ثم كاين الرقاطه كاين الخيل كاين السماير كاين الخلوه الخرزه كاين البشاره الكبيره اللي ثم خدمها الشيخ عزيز الجلالي ولكن ما انا ما طولش معايا واحد الربع شهور وتبدل من شعب تبدل مسيب من شعب وين راح المفتي في ذاك الوقت كانوا قلال يعني في جعونة تكوين كان احنا كما وزنا بدا الشيخ خميس الزروة بدا هنايا كان في المسيلة وبعد المكتب نتاعو في المسيلة بعد ولا دار هنا بلا دراجة بقى معنا هذاك حتى تقريب مجلس عبد الله السهيلي. اها. عبد الله السهيلي 89 90 هكذاك شفت ولا خميس دخل المسيلة وسي عبد الله السهيلي جا لهم. اللي خدموا معنا هذا خدمت انا مع عبد الله السهيلي خدمت مع سي خميس زواق هذه وبعدها بروح. وفي الفرنسية. في الفرنسية احنا في ذاك الوقت كان قعمورة. منين هذا قعمورة؟ من ستيف. ها؟ قعمورة الميلود يقولوا. ايه. ستيف هذاك تاع فرنسوية وبعدها بنت تخلصوا تاع الفرنسية تقريبا. ود الشوشة ما جاكمش لهنا. ما جاناش، هذا الشوشة ما جاناش. وعيمر محمد. مستشار. كان يجي. يجي مستشار، دا الشوشة ما يجيناش، دا الشوشة كان قبل السوامع. والخميس الزرواق عنده المعاضيد وعنده ولاد الدراج. السوامع كانوا تابعين لمسيلة. ومرة يتبعوا الخميس الزرواق مرة على طول كلنا يخيب مفتش والله يكون مكانش والله يولي انت ذكا راك ذكراني بدلت الرتبة ولا الصفة ولا كيف يقولوا لها كنت مدير وليت مستشار شنو هو المستشار يعني؟ مستشار تقريب العمل عمل تفتيش ولكن هو أحد هو احد اذرع المفتش ولا كيف اللي يعني العمل نتاع باش يحضر للناس هذوك اللي متربصين هذا هو يحضر الادوات يحضر الملتقيات يحضر مع يعني يقوم بواجبه وانما هو متهني ما عندوش مسؤوليه ماهوش كي المفتش مفتش ولكن ما عندوش مسؤوليه ايه 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 خاصه احنا الشيخ خميسي زرواق ربي يجازيه ان شاء الله يعني عمل يعني عمل في ولاد الدرج عمل 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 يعني رايه يبذل هو الميلود ولي كان دنينا كان المستشار نتاعو قبل ما نكون انا ميلود تخلى مسيلة وانا جيت في بلاصة الميلود يعني خدمه قداه خدمت معاه؟ خدمت معاه 4 سنين من قداه قداه؟ من 86 حتى 90 وانت مستشار؟ مستشار معاه قعدت حتى راح وقعت انا جاء عبد الرسيلي ثاني مستشار مع عبد الرسيلي. ايه عبد الرسيلي مع عبد الرسيلي. قد خدمت مع السيلي؟ تقريب خدمنا ثاني 3 سنين وانما كنت مكلف بالتفتيش. وليت سما كلفوني بالتفتيش. ايه كلفوني ببرهوم وكلفوني بالدهانه وكلفوني بولاد القبله في بلاصه الشيخ عروسي ربي يرحمه. عرسي صالح ايه راه طول ياسر 11 عام بلا 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 ايه قعدت انا في بلاصتو قعدت في بلاصتو ولا بعد باش منه الاكاديمي سي عبد الله ما قعدش يروح للبرلمان وراك عارف ايه ولينا جبناهم مع بعض المقاطعات الكل جبناهم ولا هو المفتش الرسمي وانا يا مستشار وانا اللي نخدم سما من 90 للفوق الفوق حتى 93 وانت تخدم مستشار مكلف بالتفتيش ومن بعد من ولاد القبالة وبرهوم هذاك رجعت هنا ثاني تكلف بالتفتيش هنا عامين في بلاد الراج وين في الدهنة و لا دهنة وبرهوم وهذاك مع شو يقولوا سي عبد الله السهيلي ايه مع سي عبد الله السهيلي كان عطاني تعيين لي انا مفتش ايه ولكن بعد سي عبد الله السهيلي جملنا المقاطعات من المخاطر باش ناخذ ما يقعدش سي عبد الله تقريبا قابل 8000 زوج وهي اخر العمل تاعك وتقاعدت؟ لا بعد في ولاد الدراج العام تاع ولاد الدراج هذيك تاع 96 درت استقاله من ما قدرتش عييت ما قدرتش
ما صحيه ولا لا جات الفكره نتاع الهم نتاع الارهاب هذاك وجات فكره هذيك العمل اللي باش ترضى عليه ما كانش كمفتش وانا مكلف بالتفتيش صافي ما عندي ما عندي واحد 74 حق ليسانس نتاعك 74 ألف زياده طيشته ورجعت مدير تميت لانترد نتاعي كمدير تميت لانترد نتاعي حتى 77 97 98 99 خرجت 2000 خرج 2000 واحد 2000 وين هنا في ولاد الدرع ولاد الدرع مدرسه الغزالي مدرسه الغزالي وخدها خدمه ثانيه خدمه الابطال معلم نقول لك يعني معلم ولا المدير ما هو الا موجه لا الله يبارك في ذلك درنا فيها ملتقيات درنا فيها ندوات جدنا حتى نتاع واحد الحصه اذاعيه ونسيت عندنا الفيديو نتاعها بصح نسيتها والله نسيتها